لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، رائعة أخرى من روائع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يرويها لنا عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما فيقول: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة، يعني أتوا يبحثون عن من يرضعونه، وهذه كانت عادة العرب، يرسلون أبناءهم إلى البوادي يرتضعن هناك ويتعلمن اللغة ويكون متينا في اللغة، وكذلك بعيدا عن وباء الحواضر وأمراض الحواضر ونحو ذلك. فأتت نسوة من بني سعد يلتمسون الرضعاء بمكة، قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء. الأتان أنثى الحمار، قمراء يعني لونها ما بين البياض إلى الحمرة، أو لون البياض إلى الحمرة. خرجت حليمة رضي الله عنها تقول: ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة، أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، قد أدمت أتاننا. أدمت يعني أصيبت في ركبها لاصطكاكها، يعني الأتان بسبب ضعفه فهو يمشي وركبه تصطك، يعني بسبب الضعف والهزال. ومعي بالركب شارف والله ما تبض بقطرة لبن. الشارف يعني الناقة المسنة ليست فيها قطرة لبن. في سنة شهباء، يعني سنة مجدبة لا مطر فيها ولا خضرة ولا نبات ولا غير ذلك، قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد. تقول: ومعي ابن لي والله ما ينام ليلنا، معها طفل صغير لا ينام بالليل بسبب الجوع، وما أحد في يدي أو وما أجد في يدي شيئا أعلله به، ليس معها ما تهدئ به هذا الطفل إلا أن نرجو الغيث المطر، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. قالت: فلما قدمنا مكة ما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، يعني النسوة الرضعاء بيدوروا على حد يغضوه عشان يرضعوه هيبقى في مقابل، فكل الرضعاء دول اتعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يأخذوه. سبحان الله، يعني بعضهم يضرب مثلا برجل كان على سفينة فوجد كيسا فيه أشياء صلبة، ففتح الكيس وجعل يأخذ من الكيس ويلقي في البحر، يأخذ من الكيس ويلقي في البحر. فلما أصبح الصباح وطلعت الشمس كان قد بقي شيء واحد في الكيس، يعني قد رمى الكيس كله وبقيت واحدة، فنظر فإذا هي جوهرة، وإذا هو طول الليل يلقي الإيه وهو يحسبها من الحجارة. فكذلك حال بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما نحن الآن في رمضان، كل يوم وكل ليلة من رمضان كالجوهرة، إن لم يحسن الإنسان استغلالها يتحسر عليها حسرة عظيمة. وكذلك هذا الأمر، فكل النسوة الرضعاء، كل اللي جايين يدوروا على أطفال يرضعوهم، اتعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوش ياخدوه. ليه بقى؟ فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الظئر ويحسن إليها الوالد. الظئر اللي هي المرضعة، يقولوا طب احنا هناخد يتيم، طب اليتيم ملوش أب، طب مين اللي هينفق، مين اللي هيكرمنا، مين اللي هيدينا، عشان كده مرضوش ياخدوه. تقول: فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده. فكل صواحبي أخذ رضيعا. تقول: فلما لم أجد غيره
رجعت إليه وأخذته. يعني حتى كمان ما أخذتهوش إيه؟ هتقولها إيه؟ والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي والله لا أخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال قد أصبتي. قالت فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت، يعني وصلت المكان القافلة، فأتى المساء تقول أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه. لأن هي قالت في الأول كان معاها ابن ليها، وهو برضو ما بينامش بالليل بسبب الجوع، ولا تجد في ثديها شيئا يشربه. تقول فأمسيت فأقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه. وقام أبوه إلى شارفنا، اللي هي النقل، إيه فاكرين؟ المسنة العجوزة. قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، فإذا هي حافل، حافل يعني كثيرة اللبن. طبعا نقل مسنة في الغالب ما فيهاش حاجة، ما بالك بقى ناقة مسنة في سنة شهباء ما فيش فيها مطر ولا فيها زرع. فجاي يشوف إيه الوضع، لقى إيه الناقة مليانة إيه؟ مليانة لبن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فحلبها فأرواني وروي، يبقى هي شربت حتى ارتوت، وزوجها حتى ارتوى، والولدان كذلك. فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. قالت فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا. ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركبة حتى إن النسوة ليقول أمسكي علينا، هذه أتانك التي خرجت عليها؟ قلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت فقلت والله حملت عليه غلاما مباركا. لما رجعت وركبت الناقة بتاعتها اللي كانت جاية بتخبط رجلها في بعضها من شدة الجوع، بقت هي أول واحدة مسابقة، لدرجة اللي معاها في القافلة بيسألوها مش هي دي اللي انت وإحنا جايين كنت جاي عليها وكانت مدلدلة في آخر القافلة؟ قالت لهم والله هي، بس أنا حطيت عليها نسمة مبارك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد سنة، أو سنة يعني مجدبة لا مطر فيها ولا زرع. ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي بطانا حفلا. الرعاة اللي في القبيلة يطلعوا الأغنام بتاعتهم عشان ترعى، الغنم ترجع جعانة، وغنم حليمة رضي الله عنها ترجع إيه؟ بطانا يعني ممتلئة البطون، حفلا يعني الضروع مليانة لبن. فنحلب ونشرب، فيقولون ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة وغنم حليمة؟ تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا. ايه الموضوع ده؟ الغنم بتاعتكم بترجع جعانة وغنم حليمة بترجع شبعانة ومليانة لبن. طب ايه الحل؟ ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم. طب خلاص، زي ايه؟ ودوا الغنم بتاعتكم فين؟ زي ايه كده كان يحصل معانا كده واحنا في رحلات الصيد، واحد يقعد يصطاد يسمي الله كده ويحط السنارة ما شاء الله، يقعد ايه يسحب بالجوز، فواحد قاعد ناحية تانية ايه يا عم الموضوع حاجة جنبك، يجي يقعد جنبيه ما يطلعش ولا سمك. ليه؟ هو رزق سبحان الله. قالوا لهم ودوا الغنم بتاعتكم في نفس المكان اللي بترعى فيه غنم مين؟ حليمة. فما تروح إلا جياعا، برضو ودوها في نفس المكان ترجع برضو ايه؟ وتروح غنمي كما كانت. قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب السنة في قوته صلى الله عليه وسلم ونموه،
فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. خلاص كمل السنتين بتوع الرضاع، راحوا واخدينه ونازلين بمكة عشان يسلموه لمين؟ لأمه. فهي وزوجها قالوا ما ينفعش نسيب الايه الطفل ده، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نخليه فين، يفضل معانا في بني سعد. فلما اتينا امه قلنا اي ضئر والله ما راينا صبيا قط اعظم بركه منه. طيب وبعدين هيشوف بقى اي حاجه يقولوها عشان توافق انها ترجعه معاه. وانا نتخوف عليه وباء مكه واسقامها، احنا خايفين عليه من الايه، من الامراض اللي في مكه، عشان هي تقتنع وتايه فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. فلم نزل بها حتى اذنت، يعني فضلوا يتحايلوا عليها لحد ما وافقت. فرجعنا به فاقمنا اشهرا ثلاثه او اربعه، فبينما هو يلعب خلف البيوت هو واخوه في بهم له، البهم اللي هي صغار الضأن والماعز، يعني هو كان مع بعض الأولاد وحواليهم بعض الأغنام. إذ أتى أخوه يشتد، أخوه من الرضاعة جاي الحليمة بيجري، وأنا وأبوه في البدن في الإبل يعني، فقال إن أخي القرشي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه وأضجعاه نيموه، فشق بطنه يعني صدره، فخرجت فشق بطنه. دي بقى اللي هي حادثة شق الصدر اللي رواها مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. لأمه يعني خاطة، يعني رجعوا تاني مكانه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ليا حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، هم ظنوا أنه إيه، أنه قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون يعني متغير اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، يعني باين أثر هذه الحادثة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجده صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم ولم يرتكب إثما حتى في صباه، بل حماه الله عز وجل وحفظه، وكان ذلك إعدادا له لمهمة النبوة والرسالة. فلما أتى الولد إلى حليمة وأخبرها الخبر، تقول فخرجت أنا وأبوه يشتد أو نشتد، فوجدناه قائما قد انتقع لونه يعني تغير، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. قالت فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا وقلنا ما لك بأبي وأمي؟ قال أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني ووضع به شيئا ثم رداه كما هو، فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. بعد ما كانوا من شوية عايزينه إيه يفضل معاهم، بس كده هتبقى في إصابة، فقال لها الحقي ودي لأمه قبل ما أثر الحادثة تبان، يعني هو كده يعني نلحق وهو كده ايه قبل ما يحصل له اي حاجه ودي لامه تاني. قالت فاحتملناه فقدمنا به على امه، فلما راتنا انكرت شاننا صح، وقالت ما ارجعكما به قبل ان اسالكما، انتوا رجعتوا بي من غير ما اسالكم، وقد كنتما حريصين على حبسه، فقلنا لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وده كلام سليم ما فيهوش كذب، وقلنا نؤويه كما تحبون أحب إلينا. فقالت إن لكما شأنا، أم ليا أمنة، قالت لا ده في إيه في حاجة، فأخبراني ما هو، فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقال كلا والله، قالت يعني آمنة، لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنا أفلا أخبركما خبره، إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط
كان أخف علي منه، أو ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه، ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرة أو قصور بصرة، وبصرة هذه في الشام، وهذا إشارة إلى امتداد دين النبي صلى الله عليه وسلم وانتشاره حتى يصل إلى الشام وقد كان. ثم وضعته حين وضعته فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما، يعني خلاص سبوا، فقبضته أو قبضه وانطلقنا. والحديث رواه أبو يعلى في مجمع الزوائد وابن إسحاق وحسن بشواهده. ولن أفعل كما أفعل كل يوم في ذكر الكثير من الفوائد، بل هي فائدة واحدة أذكرها على هذا الحدث الذي سمعتموه. قبل أن أذكرها، من منكم يذكرها وله هدية فورية مالية قيمة؟ فائدة واحدة. خمسين جنيه هيجيب الإجابة. 50 جنيه إن شاء الله. إذا كانت هذه البركات قد حلت وحصلت بضم النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى حليمة، فكيف تكون البركات إذا ضممنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتنا؟ قد كانت هذه البركات له ومنه وهو بعد صبي، لم يبعث ولم يرسل، فكيف إذا آوينا سنته إلى بيوتنا؟ كيف تكون البركات لو أننا حرصنا على أن نعلم نساءنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم نحن ما ورد بحق الرجال، وأن نعلم صبياننا ما ورد بحقهم، كيف ستكون صورة بيوتنا؟ إيه والله إخواني، هذا الموقف بالذات حرصت على أن أحكيه على طوله، وأذكر هذه الفائدة لأبين أننا فعلا في أمس الحاجة إلى أن نؤوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتنا، أن تأتي بكتاب رياض الصالحين فتقرأه على أولادك وعلى زوجاتك ولو مرة في الأسبوع، أن تأتي بكتاب حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في معاملة النسوة، وهذا الكتاب الذي كتبه الأمير صديق حسن خان رحمه الله بطلب امرأته لما قالت له إني أريد أن تجمع لي كل النصوص التي وردت في شأن النساء. شوف المرأة الحكيمة بتقول لزوجها، وكان من العلماء والأمراء في الهند، عايزة يجمع لها النصوص اللي في القرآن وفي السنة الخاصة بمين، فصنع هذا الكتاب الماتع حسن الأسوة. وأنا أضرب فقط أمثلة، وإلا فكتب السنة كثيرة، وقبل ذلك كتب تفسير القرآن، لما ترحلت هذه الكتب وهذه المعاني من بيوتنا قلت البركة وحلت المشاكل والخلافات. فلو أننا أعدناها مرة أخرى إلى بيوتنا وكانت مجالس الوحي نقرأ فيها شيئا من القرآن وتفسيره وشيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه، لعادت البركات في بيوتنا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.